هنروح نشوف كابتن شوقي غريب قال ايه بعد المباراه، ومن بعده الفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز الحديث عن الحاله التحكيميه كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. من جديد بجدد التحيه بكباتن مصر كابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام كابتن علاء وكابتن شريف عبد المنعم كابتن اسامه عرابي كابتن احمد بلال. معنا واحد من المدربين اللي يعني له باع طويل في الكره المصريه، خد الفريق المقاولون العرب من فريق يعني بيصارع على الهبوط الموسم الماضي لفريق بيفنش الدوري في يعني في المركز السابع. مجهود كبير جدا للكابتن شوقي غريب. كابتن شوقي برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحياتي للكابتن ايمن شوقي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد بلال. دور كبير جدا، فريق المقاولين كان بيصارع على الهبوط الموسم الماضي، النهارده بتفنش في المركز السابع، بتدفع بلعيبه ناشئين، عملت طفره في فريق نادي المقاولون العرب، يشكر عليها الكابتن شوقي. يعني طبعا سلام طبعا للكابتن ايمن وكل نجوم اللي كباتننا واللي موجودين واولادنا، يعني منهم كباتننا في مصر ومنهم لعيبه اولادنا اللي كانوا موجودين. طبعا وبشكرك ان انا على قناه النادي الاهلي يعني في الوقت ده. الحمد لله يعني انا شايف ان المقاولين احنا مثلا عندنا مشروع في النادي احنا بنعملوه. احنا الامانه لما جيت مسكت الفريق كان الفريق بقى له خمس مباريات، والخمس مباريات كنا لازم نجيب منهم 13 نقطه عشان نقعد في الدوري. كان عندنا 25 بونت، وصلنا لل 38 بونت، واللي نزل ب 36. يعني لو كنا تعادلنا ماتش كمان كنا ما كناش هنبقى في الدوري خالص، وطلعنا المركز 17 مركز العاشر. وكان عندنا تارجت ان احنا المركز بتاعنا في خلال الدوري ده يكون اعلى من المركز اللي كان موجود، يعني من العاشر اللي احنا فنشنا عليه يكون اعلى منه، وفي نفس التوقيت نعمل احلال وتجديد في التيم، بس نعمل احلال وتجديد بلعيبه صغيره في السن. نجحنا في كده، انا بعتبر ان احنا نجحنا بنسبه 100%، لان في النهايه في منتخب مصر الاولمبي كان عندنا أربعة لعيبة بيلعبوا بصفة أساسية، فالأربعة ما حصلتش دي في تاريخ نادي المقاولين العربي كده. أكتر حاجة كان في المقاولين في المنتخبات الصغيرة بيبقى فيه لعيب أو بكتير أو اتنين، النهاردة كان عندك أربعة، سواء ما بين لعيبة أولاد النادي أو لعيبة أعرى بس يعني ما كانتش بتلعب، وإحنا إدينا لهم الفرصة إنهم يشاركوا يلعبوا، لدرجة إن هم لعبوا ماتشات. لما تيجي تشوف الماتشات لعبوها تلاقي لاعب مثلا 30 ماتش في السنة أو 28 ماتش، هو عنده قدرنا نقدم لعيب. اصغر لعيب لعب في الدوري المصري السنه دي هو مواليد 2006، شارك في مباراه الاسماعيلي وشارك في مباراه الاتحاد وشارك في مباراه ثانيه، يعني شارك في كذا مباراه. احنا بندفع باللعيبه الصغيرين، احنا بنعمل مستقبل لنادي المقاولين. لما تيجي تعمل مستقبل لنادي المقاولين شويه، احنا زي ما تقول احنا من الاسبوع ال 22 واحنا قعدنا في الدوري، برضو اقول للامانه كان من السهل جدا ان انت تاخد مركز اكتر من كده، بس انت عارف برضو اللعيب المصري عنده شويه لما بيحس بالامان ويحس بالاطمئنان بينزل في كتير من ادائه ومستواه واللي بيلعب عليه. يعني زي مثلا ما تشوف الشوط الاولاني تلاقي النتيجه 1-1 وسجال بين الفرقتين وموجودين، الهجمه ده اللي علينا دخل الجول. في الشوط الثاني في اول خمس دقائق يمكن الجول اللي دخل سرع شويه الوتيره بتاع الاعداء. طبعا هنقول ان النادي الاهلي ما كانش بيلعب بتيمه كله كامل، لا هو النادي الاهلي يعني مش انا عايز اقول ان اي حد غاب حد لعب حد عمل، هو النادي الاهلي يعني مش بتكلم على تيم، ده بتكلم على تيم بيلعب بطوله العالم، على تيم بيلعب بطوله افريقيا، على تيم بيلعب في مسابقات كبيره يعني او وعصب المنتخب بيبقى من ضمن اللعيبه دي. ف يعني انا بقول الحمد لله على كل شيء، على ان احنا قدمنا الموسم مركز سابع، انا بعتبره ده حاجه طيبه باذن الله للنادي المقاولين. مستر كولر اشاد بفريق المقاولون العرب وقال في الشوط الاولاني ان عملوا شوط ممتاز جدا وفرقه منظمه وعندها اجاده في الكرات الثابته. اعتقد دايما ان الكرات الثابته والشغل ده بيبقى شغل بيحسب للجهاز الفني. بص يعني حضرتك تقول ايه، احنا كنا قبل المباراه كنا رابع خط دفاع موجودين في الدوري، يعني وده شيء كويس. حته الاجاده في الكور دي الحمد لله كلها بالتدريب. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا يمكن تاني او تالت فرقه جايبين اجوان من الكرات العرضيه، يعني حوالي 9 اجوان بالدماغ او 10 اجوان. عندنا مثلا واحد زي جوزيف ده باك اصلا جايب 6 اجوان، عندنا واحد زي جون جايب 9 اجوان واثنين في الكاس جايب 11 جول. يعني الفرقه اتنقلت لحاجه تانية اضافيه، بالرغم ان احنا كل تدعيماتنا كانت بتدعيمات لعيبه صغيره، يعني ما دعمناش لعيبه كبيره خالص. احنا اللي مقيدينهم السنه دي في القايمه بتاعتنا بتاع الدوري 21 لعيب اللي متأيدين، يعني النادي كل نادي بقى له 30 لعيب، انا مقيد 21 لعيب، يعني عندي 9 لعيبه كنت ممكن لسه استعين بيهم لو كنت عايز استعين باللعيبه.
لكن احنا عندنا تارجت وعندنا حاجه وعندنا بنحافظ على مصداقيتنا. يعني احنا مثلا لو اتفقنا مع لعيبه على مبالغ ماليه، اتفقنا مع لعيبه على حاجه، اتفقنا كده، اللي اتفقنا عليه بيسدد علشان تبقى انت ما عندكش اي مشاكل في الموضوع ده. الحمد لله يعني انا شايف اللعيبه النهارده، حتى انا دخلت اللعيبه قلت لهم يعني برضه انت بتلعب مع بطل الدوري، بتلعب مع فرقه كبيره، النادي الاهلي النهارده غاب عنه خط ظهره بس، لكن اللعيبه كلها لو شفت بين الشوط الثاني والشوط الاولاني كل السكواد لعب بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي برضه نادي كبير، مش بتلعب مع نادي لما يخش فيه جوان والكلام ده وكده تلاقي نادي استسلم او حاجه. ما ينفعش يكون معايا القيمة الكبيرة الكابتن شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق، واسألك شفت موسم النادي الأهلي ازاي النهاردة؟ مستر كولر 10 شهور بياخد 5 بطولات، النادي الأهلي بطل أفريقيا، شايف النادي الأهلي ومسيرته هذا الموسم ازاي يا كابتن شوقي؟ معلش أنا النادي الأهلي في استقرار، استقرار إداري واستقرار مالي واستقرار مجلس إدارة واستقرار جماهيري. أنا بتكلم بصراحة يعني كل دي أصلاً أنت لما تيجي تحط عوامل النجاح وتحطها قدامك في بلان هتلاقي عوامل النجاح اللي موجودة، مش عايز أقول 10 من 10، عايز أقول 9 من 10، 8 من 10، موجودة عوامل النجاح، موجودة في كل حاجة، بتساعد اللعيب، بتساعد المدرب، بتساعد كل حاجة. بس الكرة المدرب عنده فكره، طغت فكره على اللعيبة اللي موجودة، قدر يوجه لعيبة كتير. يعني ممكن في أسنة أيام مستر موسيماني كان في لعيبة من اللعيبة دي ما بتلعبش، ودلوقتي هو خلاص هو عمل سيستم، عمل نظام، عمل شكل. خليني اقول لك ايه، انا يعني نادرا لما اسمع ان في حد بيتخانق، ان في لعيب زعلان انه ما بيلعبش، لعيب ما بيروحش. يعني خليني بقى يعني بصراحه يعني ده كله كان نتائجه ايه؟ نتائجه الانجازات اللي حصلت للكره المصريه، الفوز ببطوله افريقيا ده مش حاجه سهله، المشاركات في كاس العالم مش حاجه سهله، الفوز ببطولات في الدوري المحلي ممكن نقول الفوز ببطولات بتيجي، لكن الحاجات التانية دي اللي انت بتلعب فيها خارج بلدك وبتمثل فيها خارج بلدك وفي نفس التوقيت انت اكبر داعم للمنتخبات، فدي بيبقى شكل كويس في كل المسابقات وفي كل الفرق. وبرضه زي ما اقول احنا كنادي المقاولين ممكن كان عندنا 4 في المنتخب الاولمبي بيلعبوا، ما انا في وقت من الاوقات انا كان لما كنت ماسك المنتخب الاولمبي كان عندي حوالي 6 ولا 7، والنادي الاهلي ما قالش لا ما العبش ولا العب ولا اعمل، ولعبوا من ماتشات الدوري لو فاكر السنه دي من غير اي حد، ما كانش عنده مشكله خالص يعني. فده اللي اقدر اقوله لك يعني. انا ببارك لهم على الوضع اللي فيه، طبعا كابتن محمود خطيب طبعا على رئاسه النادي وادارته للنادي، وطالما بتبقى في عندك حاجه موجوده وسيستم شغال، السيستم خلاص بيشتغل، انت ما بتحتاجش انك تعمل في اي حاجه. مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي على الفوز بالبطوله، واتمنى باذن الله يكون في ماتشات جايه زي السوبر الافريقي، حاجه بتضيف للكره المصريه، بطوله السوبر المباريات الافريقيه بتضيف للكره المصريه، اما الدوري فكل الناس بقى بتشترك في الدوري وبتلعب مع بعض يعني. اتمنى لك كل التوفيق. شكرا يا كابتن شوقي، يعني بتمنى لك التوفيق باذن الله. الله يخليك، وانا متشكرين للكباتن كلهم الموجودين في السيد، ودول يعني عظام يعني، ادوا للنادي الاهلي وادوا لمصر كتير قوي قوي يعني، متشكرين. كابتن ايمن، كلام مهم خاصه من قيمه كبيره زي الكابتن شوقي غريب، اتكلم على قيمه النادي الاهلي واتكلم على امور كبيره جدا. وجه تحياته طبعا لكباتننا الكبار اللي في الاستوديو. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي.